Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام بعز عزيز وبذل ذليل بارك الله لنا ولكم بالقران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ati man yuti' allaha wa rasulahu faqad rashad ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فببغضي أبغضهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دعا کیجیے اللهم صل على محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو کوتاہیوں کو معاف فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن کا حق بنتا ہے مولا کریم ان کی مغفرت فرما جو زندہ ہے ان کی جائز تمناؤں کو مقاصد کو پورا فرما یا اللہ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں جگہ عطا فرما یا اللہ ان کی سفارش نصیب فرما یا اللہ حقیقی امتی بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ راہ راست پہ چلا دے اس راستے پہ چلا دے جس پر تو نے انعام فرمایا ہے یا اللہ اور غضبناک راستے سے ہماری حفاظت فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اوپر رکھ دو اس کو اوپر رکھ دو